نشوف الأستاذة نور. ايوه اتفضلي يا أستاذة نور. ايوه يا شيخنا، بالله عليك انا عايزه اقول لك بس على حاجه واحده. انا من يوم ما ربنا خلقني وربنا مراعيني جدا، طيب دي اول حاجه. تمام يا شيخ، ربنا يتمم عليكي فضله يا رب ودايما تبقى ربنا مراعيني جدا. اتجوزت وجوزي توفى، يعني كنت ارمله، اجي اتجوز تاني يبقى انسان زي ده يبيع ويشتري فيا؟ انا بقالي 6 سنين صبر عليه. تمام طيب. يا شيخ سامع انت 6 سنين صبر عليه وقدرت ان انا اكون زوجه تانيه، واخوه هو السبب في ان انا اتجوزته، عمال بقى يبيع ويشتري فيا نفس كل حرف حضرتك بتقوله. انا ما بقتش استحمل وبقول جزائي، انا مش هسيب، يعني مش هسيب خيري لغيري زي ما بيقول، عشان انا مخلفه منه عيله. طيب يعني هو عمال يبيع ويشتري فيا نفس كل حرف بتقوله. اعمل الاكل احسن اكل، اتفنن له في نص كيلو لحمه مفرومه بتفنن، وهو يقول لي يجي منك، عايزني انا اقول له. طيب هو قال لك يا حاجه نوره، قال لك يجي منك، هو الراجل يعني بيقدم بس اهو. انا كزوجه ثانيه بيعاملني وحش. طيب حتى العلاقه الحميميه اللي بينا ما فيش علاقه تقريبا حميميه بينا. حاضر. قرفني في كل حاجه، حتى يوم الجمعه بيبقى موجود عندي يزهقني يا شيخ، وحتى الصلاه مش عايزه اقوم اصليها، صوره الكهف دي يوم ما اقراها بيخرب لي الدنيا، بيقلب لي البيت كاني في شيطان. يوم ما ينزل يصلي كانه ينزل بلع قرد وجاه. انا اسفه في الكلام بس ده انا بقالي 6 سنين صبره، ما صدقت لقيت حد يسمعني. انا حاسس ان الكلمه اللي فاتت المفروض كنت اعلق عليها، بس انا ما سمعتهاش. انا يعني ما سمعتش لان حضرتك متحمسه جدا يا حاجه نور. طيب استاذه نور، لاني تعبت. انا ولدت يا شيخ وخلاني شلت نفسي، وانا والده طبيعي، خلاني طيب. شلت نفسي. طيب خليني طب اكلمك واقول لك تعملي ايه يا حاجه نور. بص يا حاجه نور، الكلام اللي انت بتعمليه ده ليه شقين. الشق الاولاني ان انت لازم كنت تعرفي تحديات الزوجه الثانيه. الزوجه الثانيه ليها تحديات. ايه التحديات؟ ان زوجها في الغالب بيتجوزها، تحدي مشهور قوي ده، ان زوجها بيتجوزها ترانزيت لغايه ما ينصلح الحال بينه وبين زوجته الاولى. ده تحدي مشهور، مش بقول ان كل واحد بيتجوز الزوجه الثانيه بيعمل كده، لكن مشهور التحدي ده، ان هو اتجوزها زواج ترانزيت وبعد كده ايه اللي حاصل؟ بيحس ان في شعور كده بيقول له ما هو الزوج اللي انت كنت عايزه الزوجه الاولانيه بقت اتحسنت، فتتحول الزوجه الثانيه على ان هي عبء. فهو اللي بيعمله مع حضرتك هو كاني بالملامح اللي انت قلتيها، ومش بالضروره اكون مقر بكل الملامح دي لان انا ما سمعتش منه، لكن اذا كنت يعني بحلل الملامح اللي حضرتك بتقوليها دي، هو زوجك حس ان انت وكانه حس بان هو الزواج الثاني ده ما كانش احسن اختيار، فبيعمل ايه؟ بيعمل اللي بعض الناس بيعملوه ان هو بيزهق. لو هو بيعمل كده وهو سامعني، اتقي الله، هذه امرأتك زوجتك لحمك وعرضك. ايه ده يا مولانا، يعني انت بتشجع الجواز الثاني؟ ما تبوظوش الدنيا وتفهموا كلامي غلط، دي زوجتك ليها حقوق كاملة ولازم تتقي الله فيها، وانت لو ما اتقيتش الله فيها يبقى انت في مشكلة في الرجولة. يعني ايه انت عشان هي زوجة تانية لا تتعامل معها بانك انت رجل وشهم وتحافظ عليها وتخاف على زعلها وتخاف ان هي تحزن؟ ما هي زوجة يا حبيبي، فاتقي الله فيها، هي لها حق. ولذلك انت لابد ان انت تعدل، لابد ان انت تتقي الله سبحانه وتعالى فيها، لكن ان انت تهينها وتعتبرها شيء مكمل وهي ما بقالهاش فايده في حياتك كده، ده ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامه. فاتقي الله وما تظلمهاش. ايه اللي حاصل؟ تعالى اقعد معاها وكلمها، ايه حياتكم هتبقى ماشيه في الفتره اللي جايه ازاي؟ هي خلاص وصلت لحد ان هي اتملت، فهي لازم تقعد معاها، ولو ما قعدتش معاها احنا في خطر. اما انا بقول لك تعملي ايه، كوني هاديه، ما تبقيش دايما محفزه ان انت تثبتي له او تحققي معاه هو انت فيكي ايه غلط. خليكي حسنه الاخلاق معاه، خليكي بتقولي كلام حلو دايما، لكن طلبي في نفس الوقت بان انت تقعدوا تتكلموا. يبقى اول حاجه خليكي حسنه الاخلاق وخليكي حسنه الكلام، تاني حاجه اطلبوا ان انت تقعدوا مع بعض وتتكلموا، تالت حاجة لازم ندخل بقى الخبراء،
الحاله اللي انتوا فيها دي محتاجه خبير، واحنا اهلا وسهلا بيكم في مركز الارشاد الزواجي بدرجة الافتاء المصريه. يلا هتيجي وتعالي نتكلم ازاي تديروا العلاقه بينكم، لان واضح ان العلاقه فيها تحديات كتير، فاحنا محتاجين نتكلم عنها وندير المرحله دي ازاي هنخرج منها. نعم.